السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردت أن أوضح بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة كم مدة ظهور الشعر بعد الليزر. كما نعلم أعزائي بأن الشخص الذي يلجأ لعملية الليزر الذي يهدف إلى إزالة الشعر، ولكن هناك بعض أنواع من عملية الليزر الذي تعاود أو ينمو الشعر مرة أخرى للأسف، وتفشل عملية الليزر وتكون مؤقتة. تقريبا ينمو الشعر أعزائي في ما بين فترة 6 إلى 12 شهرا. فمن الممكن مثلا إذا قمت بعملية الليزر اليوم، بعد 6 شهور سوف يبدأ الشعر بالنمو مرة أخرى للأسف. وبالتالي أتمنى أعزائي لكم دوام الصحة والعافية، وألقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى بحلقة جديدة، وإذا كان لديكم أي استفسارات فأنا في الخدمة.